ستيف عشان الناس اللي بره. تيجي تفتح اي فيديو تلاقيه مثلا ده جاي من اليوتيوب او جاي من الفيس او جاي من حته ثانيه. فاحنا دلوقتي عايزين فيديو مش عندنا على السيرفر، عايزين نجيبه عندنا نشتغل على الويب سايت بتاعنا. هو لما كان عندنا على السيرفر كان جنب الملف، فكنت بكتب اسمه على طول وهو كده كده موجود عندي على الجهاز، وكده كده لما موجود عندي على الجهاز والويب سايت ده اخده على السيرفر ببلشه نفس الفولدر هيشتغل. لو هو في فولدر بكتب اسم الفولدر اسيرش الفيديو، صح؟ الفيديو مش عندي خالص، الفيديو على ويب سايت تاني، فانا عايز اجيبه من الويب سايت التاني ده. طيب تعالى كده نعمل ديمو كده، اسميه ديمو 3. ديمو 3 ديمو 3 دوت مين اتش تي ام ال. وتعالى في ديمو 3 دوت اتش تي ام ال تعالى احنا عايزين نجيب مين؟ قفل الفيديو. ايوه تمام، اهو الفيديو اللي فات اللي جه في وشنا زي ما يكون هو يعني. الفيديو ده عايزه زي ما هو عندي نفس الكلام، بس ما يروحش على اليوتيوب ولا واحد على واحد اثنين على واحد ثلاثه على واحد انسى. مش عارف تعالى هنا في حاجه اسمها مش عارفين حاجه اسمها امبيدد سيستم. مين اللي واخد ماده اسمها امبيدد سيستم؟ امبيدد سيستم او امبيدد سيستم. امبيدد يعني حاجه متضمنه من حاجه ثانيه. يعني مثلا التكييف ده لو انت لو هو ليه ريموت مثلا لتايم معين، مش بيه بعد التايم ده يقفل مع نفسه لو انت عامله تايم او اي حاجه، صح؟ حاجه ليها تايم. طب هل هو عارف منين؟ لا، ده برنامج معمول ومعمول له تضمين وبعد كده اتعمل على شريحه والشريحه دي اتحطت فيه، فهو فاهم ان بعد التايم ده يخلص، صح؟ انت حاطط له كود برمجي ان هيفصل بعد الساعه او الساعتين اللي انت هتفرج، تمام؟ يعني حاجه خارجيه، حاجه خارجيه اللي تتحكم فيه. فانا كذلك انا عايز اجيب فيديو امبيدد عندي انا، امبيدد عندي انا. ففي هنا حاجه اسمها في اليوتيوب عند المشاركه كده حاجه اسمها تضمين، ترجمة او امبيدد اي حاجه منهم. في حاجه اسمها امبيدد او تضمين، اهي تضمين. هل احنا عايزين نشاركه ولا احنا عايزين نتضمنه عندنا؟ تضمين. فكلمه تضمين اهي بيقول لي ادي التضمين بتاعكم. بس قبل دي تعالى بس معذرة ثبت الحدث بخطوة واحدة بس. أنا عند الصفحة دي كده مكتوب فيها بيج رقم واحد، بيج رقم كام؟ واحد. كليك يمين ريفيل اكسبلورر، الكلمة مكتوب فيها بيج رقم واحد، صح؟ تخيل أنا عندي صفحة معمولة عندي وعايز أعرضها عندي. يعني في صفحة معمولة اللي هي ديمو 1 عايز أعرضها في هنا في الصفحة دي. فقال لك في تاجة بتعمل كده. التاجة دي اسمها اي فريم. تاج اسمها مين؟ اي لا اي فريم. تاج اسمها مين؟ اي فريم. تفتح الاي فريم كده وتقفله وتيجي جواه يقول لي فين السورس. السورس بتاع مين؟ بتاع الحاجه اللي انت عايز تجيبها، بتاع الحاجه اللي انت عايز تجيبها. فقلت له انا السورس بتاعي ديمو 1. مش احنا عندنا صفحه عاملينها اسمها ديمو 1؟ ديمو 1 دوت مين؟ ديمو 1 دوت اتش تي ام ال. اول ما عملت كده كنترول اس اعمل ريفريش. اكتبها ازاي؟ ديمو. ديمو ديمو 1 دوت اتش تي ام ال. وتعالى اديله ويتس الاي فريم ده، نديله ويتس مثلا 50%. 50% هيكسب نص الصفحه نصين. ايه اللي حصل؟ طب تعالى نديله الويتس 100% عشان الناس تشوف. ايه اللي حصل؟ جاب الصفحة اللي انا كنت عاملها من شوية في الصفحة التانية وبدأ ان ايه يحطها لي في فريم كده، في ايه؟ فريم. وده يتطرق لنا لسؤال مهم جدا. هو انا لو عايز اعرض لليوزر حاجة مش سبورتد عنده، ازاي مش عايز سبورتد؟ انا عايز اعرض لليوزر بي دي اف وهو ما عندوش برنامج بي دي اف يسطبه ويفتح من عنده بي دي اف. انا عندي برنامج مثلا صفحه وورد وهو مش عايز ينزلها ويفتحها بورد، عايز ارضى له هنا. ده يتطرق لنا ان احنا ممكن نيجي كده ونقول له افتح اي فريم، التاج اللي اسمها مين؟ اي فريم. وجوه الاي فريم انت بتدي له سورس، بدل ما تدي له سورس صفحه ادي له سورس ايمج، هيتعرض لك ايمج، ادي له سورس البي دي اف اللي انت عايز تشغله. في حل عندنا هنا بي دي اف؟ اكيد عندنا بي دي اف في اي مكان. تعال ناخد البي دي اف ده، وكده كده احنا محتاجينه عشان انتوا
ده المحاضرات بتاعتي كلها تمشي عليه. اللي كان بيسأل على البلان بتاعت الاسبوع اللي جاي واللي بعد كده كان بيسأل على البلان، كل محاضره بالشرح بتاعها بالكونتنت بتاعها بعد الاسابيع بالمحتوى اللي احنا ناخده اللي انا كتبته على السبوره. اللي كان بيسأل على البروجكت ممكن ترفعها؟ ما هتاخد المحاضره دي بسلطاتها ببرنومها زي ما بيقولوا، هتاخدها كلها بالفيديو باللي انا كتبته بكل كلمه كتبتها. تمام؟ ادي الخطه بتاعتنا لحد نهايه الفرونت اند. لسه في كتاب تاني في محاضرات الباك اند. خلاص؟ طيب والوقت اللي مكتوب ده وقت يعني بص تقدر تقول ان هو وقت مش يعني مش بالظبط يعني ما يمشيش بيه يعني تقريبي وقت تقريبي يعني. خلاص؟ طيب بسم الله اقفل ده. اسم الاسم البي دي اف ايه؟ طيب نفس اللي قلته بالصوره نفس اللي قلته في كذا هو نفسه عنده. لو الفولد اسم البي دي اف ده جنب اسم الفايل اكتب اسمه على طول، لو هو فولدر اكتب اسم الفولدر سلاش اسم مين الصفحه. محتاجين اكرر الكلام ده تاني ولا خلاص؟ خلاص كده صح؟ هو من حسن حظنا هو جنبه على طول فاكتب اسم الفولدر كده. فقلت له السورس بتاع مين؟ اهو كنترول اس اعمل ريفريش راح عمل لك بي دي اف. طبعا عايز اكبر الويتس بتاعه فانت تقدر تيجي تقول له ايه؟ حيث مين؟ ويتس 100%. طب عايز اكبر الهايت تعالى اقول له الهايت مثلا 50%. هايت 50% يعني يروح يشوف الهايت بتاع الشاشه ويقسمه لنصين. لا ما عملتش كذا صفحه، انا جبت اي فريم جاب لي الصفحه الاولانيه وجبت اي فريم جاب لي بي دي اف في نفس الصفحه. انا صفحه واحده بجيب ايه؟ بحط فيها حاجات. هو كان بره اللي سال السؤال ده اكيد. ايوه كان بره اكيد. طيب بص يا باشا، انا التاجر اسمه اي فريم دي بتجيب حاجه من بره امبيدد حاجه من بره. فانا عندي صفحه كنت عاملها دي شويه اسمها ديم 1 اللي فاكر الصوره اللي احنا عملناها والكلام اللي احنا كتبناه ده. كتبت تاجر اسمه اي فريم بتاخد مني سورس. السورس دي فين السورس بتاعك؟ فين الصفحه؟ الصفحه. ده مش كده بس، ده انا مش ممكن اعرض سورس بس، انا ممكن اعرض حاجه ثانيه غير السورس. ممكن اعرض مثلا بي دي اف. ما عندوش هو مش عايز يداون البي دي اف، انا عايزه يشوفه بس على الويب سايت. فبعرضه باي دي اف اهو، فبدي له ويتس وادي له هايت كمان. تعالى ادي له ويتس هايت 500 بكسل. 500 بكسل. يبقى ده الصفحه فيها كام فريم؟ 2 فريم، واحد جايب صفحه وواحد جايب بي دي اف. كمان لو عندي وورد او عندي اكسل او عندي شيت كذا اكتب له اي فريم وادي له مين؟ الحاجه بتاعتك. في مشكله في اللي انا قلته ده؟ انا ما كتبتش غير تاج اسمها مين؟ اي فريم. لا انا عايز اشوف السورس بتاع البي دي اف. هو نفسه عادي بنفس الاسم بس بنفس الاسم كامل اهو. انا خدته اهو بس الامتداد بتاعه دوت. لازم يا شباب اسم، بص الملف ما يتعرفش غير باسمه وموسيقته. مفيش حاجه اسمها الملف باسمه ليه؟ مفيش ملف باسمه. الملف على بعضه اسمه وصيغته على طول. يعني انا لو كتبت مسحت البي دوت بي دي اف دي ما يشتغلش. الملف بصيغته على طول. هيشتغل عليه معاك كده. لو ما عندوش ادوب او اي حاجه هيشتغل معاك. في مشكله في كده؟ لو عايز اعرض اكسل نفس اللي انا عملته في البي دي اف. حد مش فاهم اللي انا كتبته؟ طيب فاهمها بس استفسر ولا ايه؟ انا فاهمها بس متاكد. دي ماشي. انا تاج اسمه اي فريم ماشي. انا عايز اخلص ما فيهوش اي حاجه. دي مبص ما فيهوش اي حاجه اهو. افتح كيف دكتور ليس فضيته. عايز اعرض الصفحه اللي احنا عملناها من اول اليوم. فكتبت له ايه؟ تاج اسمه مين؟ اي فريم. اي ايه؟ فريم. بس اي فريم دي بتاخد منك زي الصوره بالظبط كده، بتاخد مني السورس. بتاخد مني مين؟ ادي له اسم السورس بتاعي. انا كنت مسمي الصفحه الاولانيه اسمها ديمو مين؟ 1 دوت مين؟ اتش تي ام ال. هيعمل ايه لو عملت كده؟ هيجيب لك الصفحه اللي انت كنت عاملها يحطها لك في ايه؟ في فريم، وزي اللي انا قلت لك عليه بالظبط. وتقدر تتحكم في الويتس وفي الهايت وفي الكلام ده كله. حد مش فاهم انا كده؟ طيب اشرحه تاني. انت كنت بره طبعا. يا جدعان قلنا اتنين ونص. معلش طب ممكن تجيب لي الكود بس عشان تاجه اسمها اي فريم. تاجه اسمها اي فريم. التاجه بتتفتح ازاي؟ تكتب كلمه مين؟ اي فريم. ده دي الفتحه. طب ده قافله اي فريم بس جاب لها مين؟
بتاخد من السورس. السورس يعني المسار اللي اعرض هعرضه زي الصوره بالظبط. طب لو انا عايز اعمل اي فريم لصفحه ثانيه جنب جنبها فريم بوردر. فريم بوردر اللي انت عايز تعمل له بوردر اطار. انا هنتكلم على البوردر ده. يعني في حاجه اسمها فريم بوردر كده عشان انت خليت الاوديتور اللي يكتب لك صح. في حاجه اسمها بوردر فريم بوردر فريم بوردر مش عارف اكتب معايا ليه بوردر اسمها بوردر فريم ما بتطلعش. هو عامل كده اي فريم وراح اختارها كده راح نزل له طبعا ايه اللي هو فريم بوردر دي. فريم بوردر اسال سؤال فريم بوردر دي خاصيه ولا تجاه؟ خاصيه. ليه خاصيه؟ خاصيه يعني لها قيمه. فانا قلت له البوردر زيرو ما فيش بوردر. طب رحت كتبت له البوردر بتاعي واحد من البوردر من بره ماشي. هو ليه اتمعت الويتسولايت دول مسموح لك انت تغير فيهم. انت بتعرف تغير ويتسولايت صح؟ اللي يهمني مين؟ السورس. السورس جاي منين بقى؟ من على الجهاز بتاعك ولا جاي منين؟ اللينك بتاع مين؟ بتاع اليوتيوب صح؟ قول له كنترول اس كنترول في اعمل ريفريش على الصفحه بتاعتك. مش دي الصفحه بتاعتنا؟ اعمل ريفريش حط لك الفيديو بتاعك ده تمام بالشكل ده. وتقدر تخليه اوتو بلاي وتقدر تخليه بالشكل ده في بس جوه التاج بتاع مين؟ الاي فريم. هو انت شغلته كده بس جاي ايه واللوجو بتاع اليوتيوب بتاعك لان هو ده خدمه عاملاها اليوتيوب عشان ساعات اروح على الفيس ده ممكن اخش اشتغل من عندك تمام. عمرك اكيد شفت الكلام ده موجود في ال شفت الكلام ده مثلا على الفيس. تفتح فيديو من على الفيس تلاقي كلمه يوتيوب دي كده. حد شايف الكلام ده؟ محدش خالص؟ لا يا شباب مش ساعات بتفتح اليوتيوب كده الفيس ده بتلاقي مثلا جايب لك كده وتحت كده مكتوب اللوجو بتاع اليوتيوب مظبوط صح كده ولا لا؟ معموله بايه؟ باي فريم بس واخده سورس ايه بقى؟ اللينك بتاع مين؟ بتاع اليوتيوب. حد مش فاهم حاجه؟ انا شرحت لك من اول خالص شرحت لك ان احنا نكريتها مش ان احنا نجيبها كاو بس شرحت لك ان احنا نكريتها. حد عنده مشاكل؟ صحيح. ده يتطرقنا لحاجه ثانيه. احيانا تفتح موقع كده يقول لك ايه احنا موجودين هنا وهنا 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 ايه هنا وهنا وهنا يقول لك احنا موجودين على الخريطه هنا اللوكيشن بتاعنا هنا ومجيب لك صوره يجيب لك خريطه تعرف تقلب فيها وتمشي على الموقع بتاعهم مش بيفتح لك جوجل ماب ويقول لك احنا هنا صح ويجيب لك بالشكل ده. مش ساعات بتشوفه كده تخش على الموقع يقول لك ايه احنا موجودين فرعين هنا وفرع هنا وفرع هنا ويعمل لك الشكل ده ارض اي فريم. تعال نروح لجوجل ماب اكتب جوجل ماب
جوجل. الفيديو على اليوتيوب تاني ازاي؟ الفيديو على اليوتيوب ازاي؟ انا فتحت الفيديو في حاجه اسمها مشاركه او شير على حسب البراوزر بتاعك. اول ما اقول له شير انا مش عايز شير، انا عايز اسمها تضمين. تضمين يعني حاجه اضمنها عندي او ضمانها عندي امبيدد، ممكن تلاقيها اسمها امبيدد عندك. اول ما تكتب امبيدد جايب لك الكود اللي هتاخده عندك امبيدد. اهو اشتغل معاك ولا لسه؟ عشان اه بس عايز ازاي تتعمل كله، عارف ازاي تتعمل؟ اه ده الكود ده. طب عايز اغير في الويتس، تعالى حضرتك غير في الويتس، عايز اغير في الهايت اغير. طيب تعالى بقى ناخد مين؟ الماب. ناخد مين؟ جوجل ماب. احضر المكان اللي هنا اسمه ايه؟ فلوكس. فلوكس. طب الشارع حتى؟ اسم الشارع حتى اللي هنا دريم ازا اسكندرية، اي حاجة قريبة مننا يعني. اهم احترضنا ان اللوكيشن بتاعنا اللي هو زاد راح فيه. تمام كده، ده اللوكيشن بتاعنا ده اللي احنا عايزين نحطه. احنا موقعنا هنا بس عايز اقول ان احنا عندنا فرع في الحته دي. تمام، وخلي بالك لما ناخد داتابيز هيبقى مثلا 10 20 30 واحد، فخلينا احنا واحد بس اهو. تمام، او اعدادهم مثلا مهما يكون. المكان ده في حاجه اسمها مشاركه. حاجه اسمها ايه؟ مشاركه. انا مش عايز اشارك، انا عايز كلمه مين؟ تضمين. تضمين مين؟ الخريطه. بيقول لي ايه؟ انت عايز الحجم بتاعها متوسط ولا جد؟ اقول له انا بعرف العب مع الويتس والهايت هناك، مش احنا عندنا خاصيتين اسمه ويتس وهايت؟ عارف انت قلت له متوسط اروح اسال لك الويتس شويه، مش عارف كبير انا اقول له بص هات اي حاجه انا كده كده هعرف اتعامل هناك. واخد ده كوبي كنترول سي، اروح ايه على الفريم بتاعي نفس الصفحه كله في نفس الصفحه اهو، واقول له كنترول في. عامل لك ايه؟ عامل لك هو ويتس وهايت، ممكن تغير فيهم براحتك ويجيب لك الايه؟ اللي هو السورس بتاع الخريطه، السورس بتاع الخريطه. اقول له كنترول اس واعمل مين؟ ريفرش للموقع بتاعي. مش دي الصفحه بتاعتنا؟ ده الصفحه بتاعتنا. اعمل ريفرش كنترول زيرو يجيب لك ايه؟ الحجم بتاعه. ده مش صوره، ده مش صوره، ده حاجه ممكن تقلب فيها وتزوم وتزوم اوت زوم ان وجواها تشوف اللي انت عايزه. تمام، تقف عليها وعادي تختار وتسليكت منها وتعمل اللي انت عايزه. تمام، دايما تلاقيها في الفوتر تحت كده عند الكونتاكت اس، عند التواصل معنا. صح، في مشكله في الامن ده؟ سوا. طيب نفس الطريقه لو احنا كلكم بتخش على مين؟ على ساوند كلاود. صح، ساوند كلاود. عايز اظبط اليوزر عندي واجيب له غنوه مثلا او حاجه مثلا من ساوند كلاود. شايف اللوجو احسن حاجه عندي في ساوند كلاود؟ اللوجو اللي هم عاملينه اللي هو توحي باسترخاء كده، هو اجمل حاجه على الموقع ده بصراحه. تمام، تعال نجيب مين؟ اي غنوه كده او اي ساوند، نقول له الكينج او حمزه. ادي دي بالظبط. في حاجه اسمها امبيدد بس بتيجي من كلمه مين؟ شير. فين الشير هنا؟ دور معايا على كلمه شير. هي دي؟ لا الجنبيه بقى. شير. انا مش عايز شير، انا عايز مين؟ امبيدد. امبيدد واقول له اعد اللينك. طبعا هو يقول لك انت عايز اللون الابيض، اللون الاصفر، اللون الاخضر. انا ممكن اتعامل معاك في السي اس اس لما اخده السي اس اس. اقول له كنترول سي، تعالى نحط فوق الصفحه عشان ما نشوفش تحت الخريطه. انا حطيته فوق ايه؟ الصفحه من فوق. ده كله صفحة وبحط فيها امبيدد. خلاص؟ طبعا مش تعمل الزيطة اللي انا بزيطها دي. خلاص؟ احنا بس بنتصفح مع بعض. اقول له ريفريش وهيبقى الساوند كلاود عنده وبنفس لو هو شغال هناك هيشتغل هنا طبعا. قيس على كده بقى، انا عايز اجيب له كاليندر او عايز اجيب له مثلا ساعة، مش عايز اقعد اكتب فيها كود واتعب والكلام ده كله. تعال هنا كده واقول له ايه بقى؟ خلاص بقى احنا عرفنا الدنيا تيجي منها. تعال بقى اكتب له كالندر.
الحاجة اللي انت عايزها بقى، بس اكتب له مين اي فريم اللي انت عايزه. ممكن تجيب له نوتس يكتب فيها ملاحظات، ممكن تكتب له تجيب له على جنب كده حاجة يكتب فيها مواعيد عمل مثلا. بدل ما تكتب كود وتتعب نفسك هاتها من موقع معمول نفسه. هشوف دي فيها حاجة ولا لا، اكيد فيها شوية اي فريم كده. عايز سواتش واتش مثلا او حاجه مخصصه بيه مثلا. انا ده كده الكود بتاعه بيقول لك بص، لو انت عايز الشكل اللي هو مواعيد العمل والكلام ده كده وحاجه زي كده تظبط له الدنيا بتاعتك بدل ما ترسمها انت وتعملها، تعالى مين على الكود ده كده كنترول سي كنترول في ده لحد ربنا ما يكرمنا ونعمل الحياه دي بايدينا بقى ديفولب. انا حاططها فوق خلاص فاول الصفحه. تعالى كده نشوف عندنا على الموقع بتاعنا ده الصفحة بتاعتنا صح؟ طبعا مسموح لليوزر يغير ويعمل ويشتغل ويحط مواعيده ويظبط الحاجة بتاعته تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ بالايه؟ بالاي فريم. شفت الاي فريم ممكن تعمل كذا حاجة صح؟ ممكن تحط لها خريطة، ممكن تحط لها صوت، ممكن تحط لها كذا. في مشكلة كده؟ الكلام ده هنعمله احنا ديفولب، بس انا بقول لك لو انت في المرحلة اللي انت فيها وانت عايز تعمل بالامكانيات او المعلومات اللي انت عندك تعمل بها كام حاجة. في مشكله في الاي فريم؟ ها حد عنده مشكله في اللي انا بقوله؟ طيب قيس على كده، انا سرشت على حاجه، شوف انت اللي انت عايزه واكتب له اي فريم، جيب لك حط اللينك بتاعه. في مشكله كده؟ ها تمام كده. لو انا عايز اجيب لسته من على اليوتيوب، عارفين الليست؟ الليست بقى يعرض لك لسته اتش تي ام ال مثلا. مثلا بتكلم عن اتش تي ام ال نفس الطريقه برضه، بس في حاجه اسمها ليست. مثلا انا بتكلم على لسته مثلا زي الراجل ده الطيب لسته، عايز اعرض نفس الليست كده اعرف اقلب منها اقلب منه تمام. انا لو جبت مشاركه هيجيب لي اللي هو بتاع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. هنبدا مع بعض ان شاء الله. شوف لغه اللينك اللي هو ده لغه ال HTML هي لغه تصميم المواقع. هو ده لغه تصميم صفحات الويب بعد الامبيد. اللغه دي عشان تتعلمها مش محتاج يكون عندك اي خبرات سابقه في الويب، هي دي اللغه اللي هتبدا بيها حياتك. هي هنبدا بيها حياتك خلاص. بتاخد اللينك ده تحطه في الاب خلاص. اوكي ماشي، بدأتوا حياتكم. انا انا قلت لو عايز اجيب لسته انا اخد اللينك بتاع اللسته اللي فوق. لسته مش فيديو واحد، عايز اجيب لسته كامله. طيب لو عايز اجيب خريطه مشاركه واخد اللينك ده اكس. لو عايز اجيب ساوند كلاود شيلد وام. لو عايز اجيب حاجه بقى انا بقى عايز اسرش عليها، تعالى في جوجل واكتب اللي انت عايزه، بس اكتب جنبه ايه كلمه مين اي فريم. في مشكله في العمل ده ده طيب ده بالنسبه لمين الاي فريم. كل عمله طب موجود طيب حتى لو واحده بس. طيب يسيبونا على كده قال لك لا عارفين احنا عايزين نجيب الموقع كله بقى. يلا كوره، عارفين يلا كوره في موقع كده اسمه يلا كوره تخش عليه مش عارفه. اي حاجه الويب سايت ده انا مش عايز اجيب منه حته بقى، انا عايز اجيبه زي ما هو عندي عايز اسحبه خلاص. هو غير شغل ليه مش كده لا معش كسر. ما كانش كده خالص. كان ايوه شكله كده. طيب اقول له ايه؟ تعالى اللينك بتاعنا اعمل الحاج ده. خدت اللينك قابل صح؟ احنا بنعرف نكتب اي فريم صح؟ تعالى اكتب له كلمه مين؟ التاج اسمه مين؟ اي فريم. مش عايز اكتب ليه؟ اي فريم. بس الاي فريم محتاج مني مين؟ محتاج مني سورس. قول له هذا السورس. طب عايزين ندي له ويتس. تعالى اكتب له مين؟ ويتس كام؟ 100%. عايز تدي له هايت؟ تعالى ندي له هايت. مثلا 500 بكسل. حتى تطبق؟ توقع هيجيبه ولا لا؟ هيجيبه ولا لا؟ ليه طيب؟ ليه مش هيجيبه طيب؟ طيب ادي الموقع بسلطات وببغنوج عندك موقع، هو يدوس على اللينكات مش هيروح يفتح له اي حاجه، ده يشتغل عندك في نفس الاي فريم اللي هو شغال. انا مش هوديك لهناك عشان تشوف خبر، لا انا جايب لك الخبر عندك اهو، الحاجات اللي انت عايز تعرفها عندي.
طبعا محدش بيجيب ويب سايت كامل عنده يعني، بس انا بقول لك ايه ان انت تقدر تعمل كده. واحد يقول لي طب بص النهارده راجع اروح اجيب الفيسبوك عندي، واللي يخش اروح اعمل له زرار كده مخفي، اول ما يدوس عليه اروح اعمل له يوزر نيم وايه والباسورد. اقول لك لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش. ليه بقى؟ لان المواقع اللي هي عايزه تحمي اليوزر بتاعتها ما بتسمحش ان هي تفتح الامبيدد، تقفلك الامبيدد. يعني في الفيسبوك هتلاقيه عامل لك قافل الامبيدد، تيجي تاخد من عنده حاجه صعبه من عنده. لكن واحد زي اللي كنت هتاخد ايه؟ معلومات انا برفعها عشان الناس تخش عليها. موقع زي مثلا اي دبس سكول مثلا، يوتيوب، الحاجات اللي بيبقى عليها فيديوهات بيبقى عادي. لكن واحد زي الفيسبوك، اصل انا مثلا احسنت جبت الموقع هنا، انت عارف ممكن ايه؟ هو بيعمل تسجيل دخول كده على الموقع بتاعك، رحت خليته يخش حساب الفيس، رحت عملت زرار كده تكايخ، رحت خدت منه اليوزر نيم وايه بس مش هينفع. فخلاص يعني لو حد راح جرب في البيت وقال لك انا راح اجيب اي فريم من الفيسبوك مش هيجي معاك، هتلاقيه يجيب لك شاشه بالي كده فاضيه. المهم حد ده بشكل تمرين خدنا النهارده، خدنا اللي هي التكست اللي هي بتتكلم عن الراب، بتتكلم عن اتش 1، بتتكلم مش عارف عن ان انا ازاي اخلي الكلمه كبيره، ازاي اخلي الكلمه في السنتر، ازاي اخلي الكلمه مش عارف ايه. ده بالنسبه للتكست. بعدها انطلقنا على حاجه اسمها ميديا، اتكلمنا عن الصوره وعن الفيديو وعن الاوديو. بعد كده انطلقنا منها على حاجه اسمها مين؟ اي فريم. ثلاث حاجات. صعبين ولا سهلين؟ سهلين صح؟ تعال ننطلق على حاجه ثانيه اللي هي التيبل. حاجه اسمها مين؟ التيبل. ولا اللينك اللي يعجبكم؟ مع اللينك، ننطلق على اللينك. حاجة اسمها لينك. لينك يعني ايه؟ يعني لينك. انت عندي خلفية عن الـ HTML؟ طيب الحمد لله. افتكرتك يعني قاعدة معانا و طيب. عندك شوية؟ لينك. اكيد انا عايز اعمل لينك، اعمل له تاج اسمها، اكيد اعمل له اسمها ما عملوش لينك. طيب سلسله هم بياخدوا حاجه مش من الاسم اللي احنا بنسميه، بياخدوا حاجه من القط تحت. اللينك يعني ايه؟ طيب بس في الاول هي جايه من كلمه انكم ريفرنس. طيب سلسله، انا عايز اكتب كلمه كده ادوس عليها تروح تفتح لي صفحه. مش انت ساعات كده تخش على الفيسبوك تدوس على الصفحه الرئيسيه رح تعمل صفحه رئيسيه، لكن لما تدوس له ايه على البروفايل او تدوس له على مثلا جروب مثلا انت داخل فيه، اما تدوس على الجروب رح يفتح لك ايه صفحه ثانيه خالص اللي هي فيها الجروب صح كده. دوس على لينك من اللينكات اللي هي ما فيش اي موقع في لينك، مثلا لينك هنا كده مثلا بتسرش على جوجل اهو HTML بيجيب لك شويه لينكات اهم لينك لينك لينك. لما تدوس هنا يدخلك على ويب سايت، دوس على ده ويب سايت ثاني، دوس على ده يدخلك على تمام. انا عايز اعمل حاجه كده بتدخلنا على صفحه عندي في الويب سايت. اقول لك تعالى اعمل كده صفحه كده بسيطه اسمها ديمو 5، لا ديمو 4، ديمو 4 دوت مي اتش تي ام ال. طبعا اكتب اتش تي ام ال 5، محدش عنده مشاكل في اللي انا كتبته ده صح؟ حد عنده مشاكل؟ طيب تعالى اكتب كلمه باراجراف كده، نكتب له جو مثلا، كنترول اس، اعمل ريفير اكسبلورر، وتعالى من مين؟ انا عايز اضغط على كلمه جو دي يروح يفتح لي مثلا ديمو 1 اللي احنا عملناها دي شويه، اقول له جو ديمو 2 مثلا، يفتح لي ديمو 2 اللي هي عملناها بعد ديمو 1. تعالى كده كنترول اس، اعمل ريفرش، اضغط عليها، في حاجه شغاله؟ قال لك لا ده دي باراجراف، انت تعمل باراجراف مفيش مشاكل. انت كده محتاج لينك، عايز انت تضغط على الحاجه دي ترسى على فين؟ لما اضغط على جو 2 ديم 1 يوديني فين؟ يوديني على ديم 1 صح؟ يبقى المرسى بتاعي فين؟ ديم 1. المرسى بتاعي فين دلوقتي؟ ديم 1. فلذلك بيقول لك المرسى بتاع السفينه اسمها انكور ريفرنس. عارفين المينا طبعا في اسكندريه كلهم، فانت عارفين يعني ايه مينا؟ مينا يعني المرسى اللي ارسى عليها صح؟ فاسمها جاي من انكل ريفرنس. فراح قال لك بص احنا اللينك بتاعنا اسمه ايه؟ احنا بنسميه لينك بس هو مش لينك، لينك يعني توصيه. هو اساسا جاي من انكل ريفرنس المرسى بتاعي اللي احنا هنعمل فيه. خلاص؟ يبقى عرفت ايه لينك؟ ايه يعني المرسى اللي هروح له؟ فانا عايز اضغط هنا يروح لصفحه ثانيه، قال لك يبقى تعمل تاج اسمها مين؟ ايه؟ بس ليها قفله بقى. فيها مشكله كده؟
بس يروح يرمي لك اللينك، بس ندوس له حاجه، ندوس له معلومه، ندوس له خاصيه. انت ده عايز يروح لمين؟ يروح لمين؟ لديمو 1. فانت اكيد هنا في خاصيه، طب ما هتعمل لك لينك، اللينك ده هتدوس عليه هيروح لفين؟ فاكيد محتاج معلومه هنا خاصيه. بص ده انت المسار بتاعك هيروح لديمو 1.html. واحد تاني عايز يقول لحظه انت هتروح لديمو 2، واحد تاني يقول له لا ديمو 3، واحد طب ايه دي القيمه اللي هيروح لها؟ طب ايه الخاصيه؟ قال لك ريفرنس، اتش ريفرنس، هايبر ريفرنس. يعني هروح لمين؟ الريفرنس اللي هروح له دي بمثابه السورس عندك. انت مش كنت بتقول له ايمج والسورس بتاع الصوره فين؟ لا المره دي بقول له اللينك والمكان اللي هحطه فين؟ بس مش اسمها سورس، اسمها مين؟ اتش ريف، اتش ريف ريفرنس يعني مكان اروح له. كده هروح لمين؟ لديمو 3 دوت مين؟ اتش تي ام. في مشكله في كده؟ عندك مشكله؟ طيب اديني مالي لي اللينك بقى، عايز اخلي دي تروح على ديمو 3. مالي لي كده وانا اكتب وراه، مالي لي انت اخوك. هات اكتب ايه؟ اكتب ايه؟ تاج اسمها ايه؟ تاج ايه؟ الاي، تاج اللي اسمها ايه؟ ليها فتحه ولا قافله على فكره، تمام؟ بقول له ايه؟ اتش ريفرنس، ادي له اسم الصفحه، انا عايزه يفتح صفحه اسمها ديمو 2، مفيش ديمو 2، ديمو 3 او اي حاجه، ديمو 1 مثلا، عايز يفتح ديمو 1، اقول له ايه؟ ديمو 1 دوت مين؟ طب كتبت ديمو 1 ليه بس؟ عشان اللي انا بكتب فيه جنب ديمو ايه؟ 1، عارف لو في صفحه ثانيه؟ كنت اكتب مثلا اسم الفضل اسمك. صلى على رسول الله. لو انا عملت باراجراف كده او اتش 1، اتش 1 وما كتبتش كلام فيها هتظهر ولا مش هيظهر؟ لو انا كتبت اتش 1 كده وما عملتش كلام وسطها هيظهر ولا مش هيظهر؟ طب انت دلوقتي عملت لينك، اللينك اتعمل وزي الفل، بس هيظهر كلمه المفروض تدوس عليها، هل انت كتبت كلمه تدوس عليها؟ هل كتبت في النص هنا كده كلمه؟ في كلمه اتكتبت هنا؟ فاللينك مش هيظهر معاك. تعالى كده اعمل له فريش ولا في اي حاجه حصلت. في حاجه حصلت؟ طب كليك يمين انسبكت موجود حاجه اسمها لينك، بس هو ظهر في الصفحه؟ مش ظهر، علشان زي ما انت عملت في الباراجراف وما كتبتش حاجه لازم تكتب هنا كلمه. والله انا عايز اكتب كلمه جو او ديمو 1، ديمو 1 يبقى اللي يظهر كلمه مين؟ ديمو 1. تعمل كده كنترول اس واعمل مين ريفريش، ظهر كلمه مين؟ لو انا اضغط عليها هتعمل ايه؟ اللي يحصل المفروض راح بص فتح لي الرضايه بتاع الصفحه اللي احنا عملناها من اول مره، اللي هي الصفحه القديمه خالص، صح؟ في مشكله في الاوت ده؟ البيتش ريفرنس هو اديله اسم الصفحه. حد عنده مشاكل؟ طيب اسال سؤال بقى للناس، انا عايز دي 1 دي تبقى واخده شكل بولد، اعمل ايه؟ احط مين؟ انا عايز الكلمه دي تبقى بولد، دي كده تبقى بولد، اعمل ايه؟ احط اللينك كله ولا البي؟ كلمه اهو، اروح واخد ده كده وفتح التاج اللي اسمها بولد دي واحط مين؟ بي. الله يحصل كده في بولد حصل. طب انا لا عايزها شكل كبير اتش 1، لو انا عملتها في اتش 1 يعني اخد الشكل الكبير ده، في مشكله في الامر ده؟ ها تمام؟ ممكن الون المكان دي، هلون وهظبط واعمل وهنغير الكلام ده كله في CSS، هنظبط الموقع. خلاص؟ حد عارف اول موقع اتعمل واترفع على الانترنت هل كان فيه CSS؟ اكيد طبعا. تحب تشوفوا اول موقع اترفع على الويب سايت؟ اول ويب سايت اترفع في على الانترنت؟ ها؟ تحب تشوف شكله؟ طيب يا ترى فيه CSS ولا فيه حاجه؟ ما اظنش، صح؟ تعال نشوف. طبعا انت مش بالمناسبه السي اس اس ده اللي هو يدون لك يعمل لك الشكل كويس، يعمل لك الشكل ده كويس. يعني مثلا لما تخش مثلا على الموقع اللي احنا دخلناه عليه شويه ده، يلا كوره شوف الدنيا الوان مش عارف ايه، الدنيا حلوه شويه غير اللي احنا بنعمله. فاول موقع اترفع اهو اسمه وورلد وايد ويب بروجكت، وورلد وايد ويب بروجكت، اللي هو الموقع اول بروجكت اترفع على الانترنت. لا ما هو مش عايزين نعمل ابديت عشان هو عايزين هو اول ويب سايت اترفع على الانترنت، زي كده بتكتب دبليو دبليو دبليو،
ما لاحظتش انت كنت ليبرتيجي تعمل ايه؟ ده جايه من ايه؟ من اول ويب سايت اترفع عندك اللي هو وورلد وايد. ده بص شكله حاجه سيمبل بس لينكات، هي ما فيهوش غير لينكات وشويه كلام بس. اللينكات دي شغاله خلي بالك، يعني انا هدوس على اللينك ده هيوديني لصفحه ثانيه، هيوديني اللينك ده لصفحه ثانيه، زي اللي احنا بنعمله دوت، زي اللي احنا بنتعلمه. بس احنا عندنا كام لينك دلوقتي؟ واحد بس، لينك واحد بس، تمام؟ هو عامل الحاج ده، هو كان اول موقع كان عندنا بقى. اللطيف دي. لو الدنيا كانت بص، لو احنا كنا موجودين الايام دي كنت رحت مكمبريم، كنت ارجلهم ديفلوب، تمام؟ في مشكلة في اللي احنا قلناها دلوقتي اللينك، عايزين نعمل لينك تاني يفتح لنا صفحة تانية، تعمل ايه؟ نفس الكلام، صح؟ بالمرة دي عايز اعمل لينك يفتح لي اليوتيوب او جوجل، هتعمل ايه؟ ايه؟ بس ليه تشرف بقى؟ مش هيبقى صفحة عندي. ده هيبقى مثلا انا عايز افتح الويب سايت ده، مش ده الويب سايت؟ ابقى ليه تشرف بتاعته؟ وروح اعمل له كنترول في كده، مفيش كلمة هتظهر تضغط عليها، لازم يبقى فيه كلمة تتحط هنا. اسأل سؤال، هو انا ممكن احط جوه الكلام ده جوه هنا كده حاجة غير الكلام؟ يقول لك ممكن تحط صورة، صح؟ طب تعال حط صورة كده، هتشتغل مش هتشتغل؟ اشتغل. بس عايز الصورة بتاعتنا، اقول له خش جوه ايمجز، هتلاقي الصورة رقم 4.jpg. يبقى لما اضغط على الصورة هيفتح لي مين؟ الموقع اللي هو اللطيف ده. تعال نقفله عشان ايه؟ هو يفتحه من هنا. اول ما اضغط على الصورة راح ريدايركت على مين؟ كذا. ريدايركت على، يبقى الكلمة اللي هتتكتب جوه الايه؟ مش شرط تبقى كلام. مش شرط تبقى كلام، ممكن تبقى صورة. ممكن بعد كده لما ناخد باطن تبقى باطن. ممكن تبقى حاجة تانية غير الايه؟ انا دلوقتي اعملها H1. تنفع ولا ما تنفعش؟ واقول له جو تو دبليو 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 دبليو. هتشتغل كده مش هتشتغل؟ هتشتغل. اعمل ريفرش، ارجع كده بص، جو تو دبليو دبليو دبليو. اول ما اعمل عليها يروح يفتح لي مين؟ اللينك اللي انت حاطه. حدث مشكل في كده؟ حدث مشكل؟ طب الناس ممكن تعمل لينك علشان نطور في اللينك ده زي ما طورنا في الفيديو، هنخليه وبديله الحاجه اللي انا عايز ريفرنس ليها. انا هنا المره دي خليته يروح للبروجكت اللي انا سميته دبليو 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 دبليو، صح؟ والواحد الثاني خليته يروح لديمو 1. طب ما اتصل على رسول الله، لو انا جيت هنا كده وقلت له انا هعمل لينك من اول الصفحه كده وسميته ايه المره دي؟ الاتش ريفرنس بتاعي هيروح يفتح لي ايمجز. عندي ايمجز على السيرفر بتاعي رقم اسمها 3.jpg. تتوقع اللي يحصل؟ وتعال نقول له ايه؟ open image. open مين؟ image. اتوقع اللينك ده يعمل ايه؟ انت كنت بتديله صفحه كان بيروح يفتحها، يبقى المره دي هيروح يعمل ايه؟ يروح يفتح الصوره، صح؟ ولا انت مش محترضين؟ محترضين معايا ولا ايه؟ طيب حد يجربها كده ويقول لي ايه اللي حصل؟ open image. راح عمل ايه؟ فتح الصوره، صح؟ ولو انت عطيته فيديو اروح يفتح الفيديو، لو انت عطيته بي دي اف هيفتح البي دي اف، صح؟ طيب كل عامل دي، طيب كل الناس تعملها بعد اذنكم عشان انا مش عايز يفتح الصوره، انا عايز يدون الصوره، داونلود عنده، عايزه ايه؟ يدون الصوره مثلا او فيديو او بي دي اف مهما تكون، يعني الحاجه اللي عايز يدون ليها. انا بعمل ايه وخلاها تفتح صوره، فبقول له ايه والاتش ريف ايه؟ اعطيته ايمج عندي، تمام؟ اعطيته ايمج، اول ما تضغط عليها هتروح تتفتح، بس انا مش عايزها تتفتح، عايزها تعمل تحصل لها داونلود. كله عملها طيب؟ لينك واعطيته الاتش ريف، بدل ما اعطيته صفحه اعطيته صوره. حد ما خلصتي؟ طيب اوكي. صورة عندك جنبك على طول، تمام؟ هو شال اللينك القديم ليه؟ لا ما شالش لينكات قديم، انا ما يسيبش الجاك، انت مسحته. الجاك انت مسحته، ما بيشيلش حاجة. شغال؟ شفت عرفت بقى؟ انت كنت جاي ما تجيلكش يا باشا. حد من الورا لسه ما خلصش طيب؟ اللي ما خلصش يقول طيب عشان نبدا الساعة 1. خلاص؟
خلاص يا شباب. طيب قال الصوره عندي شغاله مفيش مشكله بتفتح. لو انت عطيته فيديو برده كانت نفس الكلام، بس خليك انت مع الصوره. لو انت عطيته برده اتش ايه وعطيته مثلا كانت انا عندي هنا بي دي اف، كليك يمين وخدت البي دي اف، ما تجربش انت بس خليك انت مع الصوره، ارجع لك انا دلوقتي. واعطيته ادي ده بي دي اف، كلمه مين بي دي اف، كنترول اس اعمل ريفريش، ادي البي دي اف ده، البي دي اف تعالى اعمل بي ار عشان نفصلهم بينهم من بعض. خليك انت مع الصوره، انا كده كده ارجع لك. انا بس بقول لك ايه، ان احنا ممكن نفتح صوره او ندوس على البي دي اف، راح اعمل ايه افتح لي البي دي اف. تمام. طيب انا مش عايز يعمل كده ولا الكلام ده، ولا انا عايز اول ما يدوس على اوبن ايمج او اغير اسمها حتى اخلي دي اوبن ايمج، انا عايز واحده تاني كده، لينك تاني كده دي ار، بدل ما هو اوبن ايمج اخليه داونلود، داون لود ايمج، داونلود ايه ايمج. هل معنى ان انت غيرت الكلمه انا هتدوس عليها هتشتغل؟ ده الكلمه دي حاجه بس عشان انت ممكن تسميها يس اي كلام، صح؟ انا عايز اول ما يدوس هنا كده على داونلود يبدا الصوره تتحمل. فاكيد اللينك ده محتاج له تاج ولا محتاج له خاصيه؟ محتاج له خاصيه بروبرتس. الخاصيه بتاعتنا اسمها داونلود. اسمها مين؟ خاصيه اسمها مين؟ داونلود. خاصيه اسمها مين؟ داونلود. القيمه بتاعتها لو سبتها فاضيه هتشتغل. لو انت حطيت لها قيمه داونلود بتساوي داونلود هتشتغل. احنا سيبها فاضيه، انا قلت له داونلود وسبت الكومتينر فاضيين مفيش مشكله، داونلود داونلود. قلت له كنترول اس عايز تخليها داونلود داونلود مفيش مشكله. هي المفروض بتاخد اسم الملف. اعمل ريفريش. اللي حصل بدا يعمل داونلود للحاجه اللي انت حاططها، صح ولا لا؟ اشتغل معاك برده ولا لا؟ طب انا عايز اعمل داونلود لملف مضغوط، نفس اللي عملته مع الايمج هتعمله مع مين؟ مع البي دي اف. يعني مثلا ده بي دي اف اهو، ازود له خاصيه اسمها مين؟ خاصيه اسمها مين؟ داونلود. تعالى من ريفريش للبي دي اف، ادوس له بي دي اف ما حفظتش انا ولا ايه؟ داونلود يساوي فاضي او يساوي اي حاجه، كنترول اس ريفريش، بدا ان هو ايه؟ تحمل. لازم تكتب له بيه داونلود وتكتب له بيه القصير. ملاحظين ايه؟ ايه اللي حصل؟ لو انا سبتها فاضيه بينزل الفولدر بنفس ايه؟ اسم الملف. طب لو انا كتبت له قيمه داونلود دي كتبت له عايز اسميه الاسم اللي هينزل بيه. الاسم هينزل بايه؟ الاسم ده. بص انا خليت البي دي اف هينزل بالاسم ده، كنترول اس اعمل ريفريش. المره دي البي دي اف اول ما ينزل، البي دي اف معلش، البي دي اف اول ما ينزل هينزل لك بالشغبيط اللي انت ايه عملتها. يبقى كلمه داونلود بتاخد اسم الفايل اللي انت عايز تخليه اسم، فاحنا دايما بنخليها فاضيه عشان هو ياخد ايه؟ اسم الملف نفسه. فاهم اي مشاكل في كده؟ اصلا؟ تمام؟ طيب عشان نعمل داونلود عملنا ايه بقى؟ لينك ولا ايه؟ اي فريم ولا كانت ايه؟ كانت لينك صح؟ اللي هو الايه؟ وتاخد مين؟ خاصيه اسمها مين؟ داونلود. واديها الحاجه اللي انا عاملها. اه؟ في مشكله في اللي عملته ده؟ ولو ملف مضغوط برضه هتدي له الاتش اف بتاعه، لو مش عارف فيديو هتدي له الاتش بتاعه، بس تدور عليها قيمه مين؟ داونلود، لان انت لو ما عطوش قيمه الخاصيه اسمها داونلود هيروح يفتحها لك. في مشكله في كده؟ الا لو هو اكس اي هيروح يحمله لك دايركت، لان اكس اي من البراوزر ما عارفش يفتح اكس اي، يروح يعمل لك ايه؟ داونلود. حد عنده مشكله في الموضوع ده؟ الابلكيشن هيروح يعمل لك داونلود دايركت، لانه مش هيعرف يفتحه. زي ما شفت